ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نشوف طبق الكفته اللي عملناه دون، بجد شكله وريحته جميله قوي. وتعالوا نشوف ايه المكون السحري الجديد اللي هنحطه في الكفته النهارده. قدمنا معاها كاتشب وقدمنا معاها بطاطس محمره، بجد وجبه هتعجب الولاد جدا جدا. تقدروا تاكلوها مع رز، تقدروا تاكلوها مع مكرونه، بجد الوصفة هتعجبكم وهتعجب الولاد جدا جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا عملناها ازاي. وتعالوا نشوف مكونات الكفتة معانا النهاردة. هنضيف لها بس شوية حاجات كده هتخلي طعمها مختلف وجميل جدا جدا. معايا هنا ده كيلو من اللحمة المفرومة، انا عاملة كيلو، لو انتوا حابين تنصصوا كمية برضو دي براحتكم. على الكيلو اللحمة المفرومة معايا هنا 6 معالق كبار من البقسماط الناعم، معايا هنا بيضتين، معايا معلقتين من العسل الاسود ودي اضافة جديدة، معايا معلقة كبيرة من دي هرسة الفلفل اللي كنا عملناها مع بعض قبل كده، معايا هنا بصلتين متوسطتين اي تقطيع، انا كده كده هنحطهم في الكبة، معايا معلقة صغيرة مليانة من الثوم المفروم. التوابل اللي عندي بسيطة خالص خالص، معايا معلقة صغيرة فلفل اسود، معايا نص معلقة كمون، الملح على حسب الطعم، ومعايا هنا دي نص معلقة صغيرة ممسوحة كربوناتو اللي هي بتاعة الطعمية، معايا كمان ربطة من البقدونس. اول حاجة هعملها ان انا هجيب الكبة بتاعتي، هفرم فيها الثوم مع البصل عشان انعمه خالص، الثوم والبصل ومعاهم البيض عشان الكبة عندي صغيرة، فانا هعمل نص كمية اضربها وبعدين ارجع اكمل نص كمية التاني. هاخد كمان مع نص الكمية شوية من البقدونس علشان يتخلط كويس ويتفرم كويس معي. يبقى انا حطيت هنا نص كمية البصل بضاية وشوية من البقدونس علشان يعني نص كمية البقدونس علشان يتخلطوا كلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين انا ضربت بضايه مع نص كميه البصل مع شويه من البقدونس، وهبتدي بقى اخد باقي، ادي البضايه الثانيه وهاخد باقي البصل واكمل ضربهم مع البقدونس، هضربهم كويس وهنعمهم خالص علشان احطهم على اللحمه المفرومه. انا ضربت الخليط بتاعي اهو، هحاول بس ان انا انقصه شويه هنا عشان اكمل ضرب باقي البقدونس معايا اهو، اخلي بس شويه كده وهكمل ضرب البقدونس، ربطه البقدونس اللي معايا خلي شويه عشان التقديم، هضربهم وبرجع ارجع احطهم على اللحمه المفرومه بتاعتي. بفكركم تاني انا حطيت ايه هنا، انا حطيت هنا كيلو من اللحمه المفرومه، عليه بصلتين متوسطتين، عليه بيضتين، عليه معلقه ثوم صغيره وربطه بقدونس. ضربنا البيض مع البصل مع البقدونس مع الثوم وحطيناهم هنا على بعض. هبتدي بقى ان انا احط على الكيلو 6 معالق كبار من البقسماط، دي نص معلقه ممسوحه من الكربوناتو، ملح حسب الطعم، فلفل اسود نص معلقه صغيره، والكمون يعني نص معلقه، يعني نص معلقه ممسوحه كمون. تمام. هاجي بقى عند العسل الاسود، هاخد معلقتين كبار او يعني ايه معلقة ونص كده لو هي مليانة قوي عسل اسود،
تمام كده، هاجي على هريسة الفلفل، هاخد برضو معلقة حرامية كده اهو على الكفتة بتاعتنا، وهدي بقى الكفتة دي يعني دعكة كده بإيديا، ادخل كل المكونات مع بعض بحيث تندمج كلها والأنسجة بتاعتها تبقى واحدة وتبقى معايا زي العجينة، ما تبقاش مفرولة. تمام، فانا هعجن فيها كويس قوي وهظبط الدنيا قصادي وارجع لكم. انا هنا يعني عجنت الكفتة بتاعتي، لو انا حسيت ان هي فيها نسبة سوائل شوية زيادة، ممكن تكون البصلة كبيرة شوية فيها مية كتير، فممكن ازود معلقة او معلقتين على حسب ما تكون معايا عجينة كويسة من البقسماط. يبقى لو انا حسيت ان عجينة الكفتة اللي معايا فيها نسبة سوائل كتيرة، هحاول ازود معلقة او معلقتين من البقسماط المطحون. وزي اي كفتة في الدنيا بنعملها، يبقى لازم ندعك فيها كده ونعجنها كويس مش اقل من 5 دقايق. فانا هكمل عجن فيها هوريها لكم. عجننا الكفتة كويس قوي لغاية ما الانسجة بتاعتها اختلطت مع بعض، هبتدي ان انا اغطيها واسيبها في التلاجة لمدة ساعة. لو انتوا عايزين تبيتوها في التتبيلة مفيش مشكلة خالص، فانا هدخلها التلاجة واسيبها لمدة ساعة وبعدين نشتغل فيها. ادي الكفتة بتاعتي لما سبتها في التلاجة، انا بصراحة سبتها بيتت لتاني يوم. هبتدي بقى ان انا اشكلها، بس انا النهاردة هشكلها مش على شكل الكفتة الصوابع اللي احنا عارفينها، لا انا هعملها زي القراص كده. معايا هنا طبق فيه زيت، هبتدي ان انا ادهن ايدي كده علشان ما تلزقش في ايدي، وابتدي اخد يعني قد الليمونة كده، وبعدين ان انا اضغط عليها واشكلها زي القرص. بصوا السمك بتاعها مش تخين يعني، وارصها في الطبق. ابل ايدي تاني واخد جزء من عجينة الكفتة ادورها، وبعدين اضغط عليها واشكلها شكل قرص ما يكونش تخين. احاول كده اظبط الطروف بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، واحطها في الطبق. هكمل الكمية بتاعتي واشكلها شكل اقراص كده، وبعدين نرجع نشوف هنسويها ازاي. زي ما انتم شايفين انا هنا اخدت قطعة من عجينة الكفتة اللي معايا وابتديت ان انا اشكلها على شكل اقراص. تعالوا بقى مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنسويها ازاي. معايا هنا جريل على النار او طاسة تكون مش بتلزق. انا هنا دهناها دهنة خفيفة كده من الزيت، وهستنى لما الطاسة تسخن خالص او الجريل يسخن خالص وابتدي انزل عليها بالكفتة بتاعتنا، اقراص الكفتة اللي احنا عملناها. الجريل معايا خلاص سخنت اهو، انا هبتدي بقى اخد اقراص الكفتة اللي معايا واحطها في الجريل. تاخد من تستوي من تحت وبعدين اقلبها على الوش التاني. اهو رصيتهم كده، تاخد لون وتستوي وبعدين نقلب. هبتدي كده اشوف هي استوت من تحت ولا لا، وابتدي ان انا اقلبها. شوربه لون حلو قوي، عايزه اقول لكم ريحتها بجد حلوه جدا جدا جدا. طبعا التشكيل دي على حسب انتوا بتحبوا، انا قلت تغيير شويه عن شكل الكفته المعتاد، فهكمل سواهم وبعدين اخلص الكميه اللي معايا ونشوف هنقدمهم ازاي.
كده تكون خلصت الكفتة بتاعتنا النهاردة اللي عملناها بشكل جديد، وعملناها بمكون سحري اللي هو العسل الأسود. أنا هقدم معاها شوية بطاطس محمرة، تقدروا تاكلوها مع رز مع مكرونة زي ما تحبوا. كمان عملنا معاها الكاتشب، والكاتشب هنزل لكم الطريقة بتاعته في القناة قريب. استنونا في فيديو جديد، و تابعونا، ويا ريت تكونوا بتتابعوا كل وصفاتنا. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه تشجيعكم، مستنيه اقتراحاتكم للقناه، ومستنيكم في فيديو جديد. باي باي.